النداءات المشبوهة الظاهرة التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء مغرر بهم. تبني حل يكفل الخروج من الأزمة ويستجيب للمطالب المشروعة، وهو الحل المنصوص عليه في الدستور بمادته 102. وأنا حلفت وقسمت مع قادة النواحي وقادة القوات ما كانش يأخذ الدم الدماء. إلى توجه المكثف إلى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر المقبل.